انا طبعا ما كنت عايز اقول حاجه، لكن المنظمين اصروا وجزء منكم برضو يسالوا انه ليه جرى الاقل جه وما قال حاجه. الكلام بتاعي بيكون بسيط. انا بقول لكم مبروك عليكم، لانه انتم اول قوه، انتم اول قوه الكشف في المركز، وكنا متوقعين لما جيتوا وبداتوا بال 1500 و 1500 و 3000 للبي اي بي، كنا متوقعين يكون في بدايه بتاع مشاكل، يكون في عنصريه بتاع اسره، كلام بتاع قبليه. لكن انتم ما عملتوا كلام ده، عشان كده بقى المراكز التانيين ده نجحوا. المراكز اللي جاءوا كونوا وراكم نجحوا، لانه انتم ما عملتوا كلام بتاع قبليه في داخل المركز هنا. فبقول لكم مبروك عليكم. عندنا محددات كثيرة. لو قلنا محددات ممكن في ناس منكم عارف بتوعهم بكون بسيط، لكن بنقولوا اننا عدو كبير. اثنين عدو. وايد عدو ده كلام بتاع قبليه. كلام بتاع قبليه. ننادو كعدو لانه بيقسم ناس وبيكرب الجنوب. عدو نمرة اثنين ده كلام بتاع فقر. فمون جان بقولوا غون بالطونا بقولوا شنو زول الفقر الناس جانين اكل ما في بقولوا شنو جامعيتشان ممكن في كل سكشن روتان بكون عنده معنى بتاعه انين جانين الناس بتاعنا عيانين مستشفيات ما في لانه اجل بقى المعروف بنعمله في الجنوب هنا المعروف علينا اننا بنعمل كويس الى نقتل بعضنا. ده احد المعروف في الجنوب هنا. لو مشيت يوغندا، مشيت نيروبي، مشيت اثيوبيا، مشيت السودان، بقولوا انتم جنوبيين بتعرفوا تقتل بعضكم. وعندنا ثروات، عندنا بترول، عندنا جاز، عندنا سمك، عندنا مويه، عندنا ذهب، عندنا حديد، عندنا ارض مطر بنزل 8 شهر وما قاعدين نستفيد منها لانه قاعد نقتل بعضنا. فانا بقول لكم الكلام ده نخلي يقيف عشان اجيال اللي ورانا يتمتعوا ما يكونوا زينا وزيكم. في الاخير انا بنشكر الزميل عميد مايكل اللواو مع التعليمية بتوعهم كلهم اللي كانوا معاكم في المركز هنا، لأنه قدروا يصنعوكم عشان تلقوا رجال. انتوا بقيت رجال زي ما شفناكم، وتظهر انه كلكم جاهزين. جاهزين؟ شكرا.